الاربعاء اللي فات جام يرجع لتونس بالجروب نتاعو الحلق الواد للتونيل، اكثر من 150 متفرج جاو باش يسمعوا موسيقى مختلفه. جام سي مون نوم دارتيست اكطويل باسكو فوالا افون جيتي افيك ان غروب توت اون هيستوار اون فا ان بارلي اي دونك جو سوي دالجي مع سيما في الجزائر. كبرت تما درت موسيقى تما فوالا جو في لا ميوزيك دوبوي ان بو دوبوي مون انفونس مون جون اج. خلينا نذكركم اللي جام تعرف وحده من مده مش طويله، هذا اول كليب رسمي ليه هبط من 6 اشهر. جميل صاحبنا إلي أون تورني أون تونيزي باش يمشي لوازيز توزر الكل دونك نو زيتيون أون كونتاكت حابين نجيبوه بحذانا إلا أكسبتي لانفيتاسيون بارك الله فيه و أون ميم تون لو بوبليك بيدو ديما نرجعو نفس البوبليك هو اللي معناتها إلا دوموندي سا. جام من فرنسا متعود ويعرف مليح الجمهور التونسي، نحكيو على 10 سنين مع الغنيات والريتم. موسيقى بديتها فرانشمون جو بونس سيتي جوست افون الباك. افون الباك كانت عندي جيتار في الدار، كانت دوبي جيتار شراها بابا نهار زدت سيتي هكذا كادو اي دونك جي ديكوفير كو فوالا كنت نحب نلعب شويه جيتار اي ابخي الباك جافي ان اوبجيكتيف في راسي سيتي دو فير ان جروب هكذا حبيت ندير جروب اي سي سكو جي في جي يو مون باك اي جي مونتي ان جروب جي لي فوندي اون 2004 في الانستيتيو دو كوميرس الجي اي فوالا من بدات ليستوار دو مون ايستوار ارتستيك. احمد جميل الغولي 32 سنه يكتب يلحن يغني، اسمه الفني جام، مولود في الجزائر تغرم بالموسيقى من الصغرى ومشى قرا موسيقى اندلسيه باش يتكون. كان الانسبيراسيون جيتاني من يعني من لونتوراج ديالي من لا فامي بروش من صحابي من خويا من بابا يما دونك سيتي سا كي مانسبيري دون ما فاسون ديكريغ. في تونس جام نعرفوه مع جروب دجماوي افريكا، جروب تكون عام 2004 عمل برشا حس فضل الغنيه هذه حشيش بوشيش. سلام عليكم جو في بارتي دو لالجيري سامبل ستوندار مواطن كيما الغاشي نخدم شومير في الدار وبيان امتي سالاريي راني في الحومه ندور ونسي جامي كش ما يبان فطور تخمامي في البابور ولا فيزا تشبح لي الباسبور. سيتي فوالا اون 2004 مع جماعه ولاد حومه وكذا ونا كومونسي فيغ لا ميوزيك لا ميوزيك اونسومبل اون سي روتروفي في اون هيستوار دو جروب de musique, de composition. C'est vrai que c'est le succès de cette chanson, il était inattendu. Déjà même la vidéo, c'était un kushtura simple, عند البور guitare, gumbri, jumaa, kunna nlaabou et tout. C'était un documentaire تاع une chaîne télé française, franco-allemande. قالك لعبونا عفسا انا جافي لا شانسون غير كيما كتبتها. 2007 البوم ماما تسجل في باريس، البوم بقى رقم واحد في المبيعات مدة عامين كاملين في الجزائر، اعتراف اعلامي وشعبي خاصة وقت اللي تحصرت الموسيقى الجزائرية في الرايك هاو. جو مسي روتروفي في ان ستيل كي نوز ابارتيان حنايا اون طونك يعني افريقيين من لافريك لافريك دي نور الجيريان وتونيزيان ومن المغرب دونك لا ميوزيك غناوا سي اس رابروشي دو سكو جو فولي سكو جيمي كوم ميوزيك. عام 2016 جام يخرج يحضر مشروع سولو، خدمة على موسيقى تصنفت في فرنسا وورد ميوزك،
جام اليوم مستقر في فرنسا ويقرأ غادي ويعمل في مشاريع فنية مهمة برشا. جي بري دو سيت ميوزيك نغني شوية اون بتيت توش راي مي جي بري دو راي سكي مانتيريس سي لا توش هذيك تاع الراي القديم تاع الجزائر رنا هذيك اللي يحبوها لي زونسيان. سهرية دامت ساعتين غنى فيها الجام القديم اللي عامله مع الجروب بتاعه وجديد بتاعه، تفاعل كبير برشا مع التوانسة اللي ظهر انهم مواكبين برشا خدمة الفنان هذايا. موسيقى ياسر حلوة وزادا يل ديكاج اون انرجي سور سين طيارة على الاخر، سي كالكان دو تخي باسيوني بالموسيق. ارتيست بيلعب جيتار سوف كو حاجة بركة لازمو يزيد يكتب أكثر ونستناو منه أكثر. يعجبني على الاخر على خاطر ينجم يعمل ميكس ما بين الحاجات الافريكان والحاجات يعني اوكسيدونتال. اون بو سيكسبريمي اترافير سيت ميوزيك، سي ميوزيك اللي يحبوها الناس، سي الا ان غروف تاع واحد شايف يحب يخلوي راسو يسمع ريغي ويسمع كلمات شابين. جام نجح مليح باش يأسس ثقافة كاملة من لبسة مع هبلة في العروض، كلمات جريئة تنقد الوضع، موسيقى متجددة بمقاييس تقنية عالية مع برشا أصالة. جوردي، moi je suis toujours là, soyez avec moi jusqu'au bout et one love.